مسلمان يحب كل حد، يعيش مع كل حد، ما يعملش عملية تحزين لكل حد، يريد الطيب لكل حد. داك المسلمان، داك هو المسلمان. 1% من المسلمان كله ما يستافش يكونوا مسلمان طيبين. يستا يزباليا واحد اخر من مش مسلمان، يستا يكون كريستيان، فهمت؟ ما نستافش نتكلموا في دوله. احنا المسلمان كونترا دوله فاريت، عشان احنا نريد نعيشوا في الحياه طيبه، ما نعملوش عفاريه تحزين لكل حد. احنا ناو كل مسلمان في التونسية، في السعودية، في ليبيا، في نريدوا نعيشوا حياة طيبة مع كل حد. احنا قبل ألف سنة واربع ألف واربعمائة سنة كانوا يعيشوا معنا اللود، كانوا يعيشوا معنا كل حد. احنا نريد نعطي حاجة طيبة، راهو كل مسلمان يريد يعيش طيب مع كل حد، ما عندناش ديفرنسي في الريليجيوني. ريسبكتيو حفنا الريليجيوني كلها، ونحبوا حفنا الناس كلها، ودولة فريت اللي يسيروا مش تاعنا، مش تاع مسلمان. احنا كونترا كل واحد من الايسس. انا مسلمان، انا كونترا الايسس مش معهم. انا مع بنادم اللي يحب يعيش، يحب يخدم، يمن بلا، يمن بالافاريات الطيبه، ما يمنش بالافاريات الحزينه. وانا ده نريد نعيد كل حد، راه مش 1% باش يعملوا مسلمان كلها حزينه. داك مش تاعنا، واحنا مسلمان مش تاعنا الافاريات ده.